في الحقيقة بقى آه. اتعرضت لأي موقف مرعب له علاقة بالإنس والجن والحاجات دي والعالم السفلي ولا لا؟ لا يعني بصي أنا لا أسعى يعني أكيد لا أسعى لهذه المشاوير ولا أتكلم فيها يعني ليه يعني ما كنا بنعمل يعني يا خالتي فالشو بتاع الساحر ده والدجال ومش عارف ايه فقالوا يقعدونا مع ناس قلت لهم تقعدونا مع ناس ليه يعني هنعمل ايه احنا هنمثل حبش تتطرق الحقيقة للمواضيع دي من واحنا صغيرين ربونا وكانت امبابة زمان هادي قوي فربونا اللي ينزل بالليل يطلع له عفريت عارف الحاجات دي فالله يسامحهم بقى فبقينا بنخاف من اي حاجة انت يعني قلبك خفيف في الحتة دي مش انا يا فندم كل العالم لا يا فندم يعني انا اقعد اتكلم مع عفريت عادي لا جمالكو يا بابا جاني جني عايز تحس ان انا سحيره ازاي نزلكم السقف وعامله لكم نار بتجالي رحنا ابويا الراجل الدجال اللي عندكم النصاب ورانا الوين والروح وبنبص على رجله وابويا لقيناها رجل محزه زي دي ورجع اوجب ده No, it is not. امسك انا قايل لك انت مش نافع ما يوم تكمل معايا بشوف خلقتك هنا تاني Come here. في داهيه دم فار يا مولانا قمت جبت السكينه وشقت بطنها خافت البنت الارواح بتتلاقى في ملكوت الله عفريت مين انا اخو فوزي جيت لك من مصر عفريت مصري يا جنوي ثلاث تقول انت على الله يلا ما تنساش تيجي الساعه 6 عشان راح الجيم انت مره اخدت شقه انت واحمد عبد الله دي حقيقه ايه بقى ولا حاجه وكنا فتره تحزمني فانا اخدت سلفه 600 جنيه من الفرقه وكنا قاعدين مع بعض مجموعه قلت انا عايز اخد شقه لوحدي كويس وعايز اقعد في الزمالك يلا حماده قال لي يلا ويوميها انا كان معايا عود مش عارف كنت عايز اتعلم العود والله ما بهزر وشايل العود الشقه هي في شارع ما مشهور قوي في الزمالك لحد دلوقتي وطلعت انا واحمد عبد الله والراجل طلعنا وكله تمام والله يا منى مضيت عد الشقه خلاص دفعنا ما بقاش معانا تعريفه وبنروح المسرح بقى بس مبسوطين بيت لطيف وفي مكان لطيف ودخلنا حطينا شنط قلت له بقى ان نظبط الدنيا بقى جايين تعبانين من البروفا وبتاع بكره والله يا منى وفردنا ظهرنا كده والمطبخ جنبنا وفجاه احنا سامعين حاله طبيخ كامله والله كاني ست بيت في والطشه والبيت كل الحاجات المطبخ شغال يعني فانا طبعا اتشليت ومش عارف اقول لاحمد هو انت سامع انا سامعه وهو نفس الحكايه يمكن احمد اجبن مني كمان وابتدينا نتوتر وهم يعلوا الصوت والحنفيات كان هم جوه بتطبخ بس ما كانش ناقص غير ان احنا نشم الريحه يعني وبعدين والله وانتوا عاملين نايمين يعني مش خالص احنا ميتين ومش عارفين نبص حتى لبعض انت سامع انا مش سامع فقلت له يا احمد ايه يعني لازم نواجه هو اللي انا بتهيالي قال لي لا انا سامع زيك بالظبط كويس والله يا منى وشويه احمد انا ما شفتش بس هو قال لي انا حاسس ان السقف بينزل كده فقلت له طيب يعني انا هنموت في السرير انا لازم ناخد قرار ورحنا قايمين خدنا الشنط بالعافيه حاله رعب غير عاديه واحنا بقى بنلم الحاجات هم ايه بيعلوا الصوت في المطبخ فاهمه اللي هو ماشي اللي هو غوره يعني واحنا بنقعد تك 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 ونزلت رحت انا متكعبل واحمد عليا والعود اتكسر وكانت ليله زي الزفت الإف بقى أول ما خرجنا لقينا الراجل يسكننا قال إيه ده ومحدش قال لكم قلنا لا محدش قال لنا يا أخويا فطلعت مشهورة بس يعني أنتوا ما رحتوش المطبخ تشوفوا فيه إيه في المطبخ؟ نروح فين يا هاني؟ نروح فين يا هاني؟ يا نهار أسود لا ولا ندرق والله حالة طبيخ كأني ست بيت هتأكل ناس بعد شوية
اه والله واضح ان انت كمان لك يعني لك علاقه بالعالم السفلي بشكل ما، هو اللي بيسعى ليك مش انت اللي بتسعى له. بيحبوني.